قام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اليوم بزيارة لنادي سار ونادي بني جمرة، وذلك في إطار الزيارات الميدانية لسموه بهدف تعزيز التواصل ودعم ومساندة الجهات الرياضية لتنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في تطور وارتقاء مستوى الرياضة والرياضيين. نعم، وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة خلال الزيارة برئيس مجلس إدارة نادي سار سعادة السيد عباس عبد الوهاب محمد، رئيس مجلس إدارة نادي بني جمرة سعادة السيد عبد المجيد إبراهيم محمد وعدد من أعضاء الناديين، وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها نادي سار ونادي بني جمرة لخدمة الرياضة بالمملكة من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة والمشاركة الفاعلة في المسابقات المحلية، مؤكدا سموه على أهمية المواصلة في تحفيز الشباب لممارسة الرياضة بما يعزز دور الأندية في تنمية وتطوير القطاع الرياضي. وقد استمع سموه إلى شرح موجز من رئيسي الناديين حول خطط وبرامج الناديين للمرحلة المقبلة، منوها سموه بما تحمله الرؤية المستقبلية من نهضة تنموية شاملة تسهم في تقدم الرياضة وتدفعها نحو إحراز المزيد من النجاحات التي تضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها وتعزز من موقع مملكة البحرين على خارطة الرياضة القارية والدولية. من جهتهما قدم رئيس الناديين الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على تفضل سموه بزيارة الناديين، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس حرصه واهتمام سموه لتعزيز التواصل الميداني وتفقد احتياجات الأندية الوطنية من أجل تطويرها ودفعها نحو الاستمرار في بذل الجهود التي تعزز من دورها ومشاركتها الحقيقية في بناء وتقدم الرياضة، معاهدين سموه على المضي قدما نحو المواصلة في العمل لتحقيق كل ما من شأنه رفعة وازدهار الرياضة. خاصة نحن في نادي سار أطلعنا على جميع الأنشطة واحتياجات النادي ولقينا منه كل ترحيب وساعة صدر، وهذا أكيد يدلل على أن اهتمام سموه وهذا مو غريب عليه. إن شاء الله راح يكون لنا إنجازات أخرى من خلال شبابنا اللي دائما طموح في تمثيل مملكة البحرين في الخارج وإنجازات الداخلية. ومثل هاي الزيارة مثل هذه الزيارات خاصة ان حسب ما عرفنا ان برنامج سموه راح يطلع على كل احتياجات جميع الأندية الى انه يدلل كل العقبات وكل المعوقات التي تحد من سيرة الأندية وتحقيق انجازات مملكة البحرين. زيارة سمو الشيخ خالد للنادي هي تشريف كبير الى النادي والى القرية في العموم. طبعا احنا نأمل منها خير ان شاء الله. في النادي في عنده مشاريع، النادي في عنده خطط مستقبلية، فان شاء الله هذه الزيارة الميمونة تكون فاتحة خير وابواب الى فتح كل ما يأمله النادي من تطوير ومن خطط مستقبلية الى مستقبل هذا النادي.